الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي تلك التي قد تميل فيها كفة النتائج لأي من المرشحين الديمقراطي والجمهوري، وتسمى أحياناً ساحات قتال انتخابية، وقد تؤدي نتائج التصويت في ولاية متأرجحة إلى فوز مرشح أو خسارة للانتخابات. يمكن أن تمثل كتلة كبيرة من 270 صوتاً انتخابياً مطلوباً للفوز في الانتخابات. يميل المرشحان إلى استثمار الوقت والمال خلال الحملات الانتخابية في الولايات المتأرجحة، ويشهد التاريخ أنها تستحق العناء. ففي العام 1960 مني ريتشارد نيكسون بخسارة أمام جون كينيدي بعد خسارته إلينوي وتكساس. في العام 2000 أسهمت كل من فلوريدا ونيو هامشير بفوز جورج بوش الإبن على آل غور. في العام 2004 أعيد انتخاب بوش بعد تغلبه على جون كيري بفضل ولاية متأرجحة أخرى هي أوهايو. أما في العام 2016 فقد حسمت نتائج الجمهوري دونالد ترامب في 11 ولاية محورية، حسمت المعركة الانتخابية لصالحه في مواجهة الديمقراطية هيلاري كلينتون. في العام 2020 يتوقع أن تشهد الانتخابات 6 ولايات متأرجحة رئيسية على الأقل، هي أريزونا، ويسكونسن، ميشيغان، فلوريدا، بنسلفانيا، ونورث كارولاينا.